ويعود مرة أخرى. لذلك أقول يا أخي الكريم وأقول نعم. للمشاهدين، بالرغم من فداحة الخسائر نعم. وبالرغم من أن قلوبنا تدمى على الذين يقتلون والذين يصابون من الأطفال ومن النساء ومن الشيوخ، وبالرغم من أن قلوبنا تدمى نعم. لهذا الدمار الشديد الذي أفنى كل شيء على وجه الأرض في غزة، إلا أني أؤمن إيمانا قاطعا بأن هذا بداية النصر إن شاء الله. هذا طريق النصر إن شاء الله، لأن الأمة طعنت في مقتل في رؤسائها نعم. يعني استطاع العالم الغربي في ظل احتلاله للبلاد العربية والإسلامية أن يقصي الإسلام إقصاء كاملا عن مقامات اتخاذ القرار. فتولى السلطة النطيحة والمتردية وما أكل السبع نعم. يعني حفالات الناس نعم. يحكمون العالم العربي الآن. نسأل الله لهم الهداية أو يأخذهم جميعا ويريحنا نعم. منهم نعم. لا يوجد الآن حاكم عربي واحد يفهم الإسلام، لا يوجد حاكم عربي واحد يطبق الإسلام، لا يوجد حاكم عربي واحد يحكم في هذه القضية باسم الإسلام نعم. والله أنا من هذا المنبر نعم. أحيي أردوغان، الله يثبته وينصره، الذي قال من الكلام ما لم يستطع حاكم عربي أن يقوله. الرئيس وزراء تركيا قال كلاما لا يستطيع حاكم عربي أن يقوله، ونحن متضررون من هذه المأساة أكثر من تركيا. لماذا الصمت؟ لماذا الجبن؟ لماذا الخوف؟ لماذا هذا الذل وهذا العار نعم. الذي تعيش فيه الأمة؟ خايفين على إيه؟ على كراسيهم؟ سبحان الله. أين الجيوش العربية؟ أين الأسلحة العربية؟ لماذا اشترى السلاح؟ لقمع الشعوب وإذلالها وحماية الكراسي والعروش والاستعراض في المهرجانات؟ هل هذا دور الجيوش في العالم العربي؟ هم يعلمون أن الكيان الصهيوني يستعد لهذه المعارك منذ عشرات السنين، لماذا لم يستعدوا؟ أين أموال هذه الشعوب؟ لماذا خذلونا في هذا الموقف؟ وخذلوا الأمة وظهروا بظهور الجبن والخوف والاستخذاء والضعف